عشان كورونا فيروس معدي ننتقل عن طريق التواصل بين الناس. لازم نقطع الطريق عن الفيروس عن طريق ان احنا نبعد من التجمعات، بس اليدين قبل ما تمسك وشك ما مرة ولا مرتين بالموية والصابون، كمان نستخدم التعقيم بالكحول. ما تطلع ولو في حاجة ضرورية خلطة بتطلع من البيت، لازم تخلي مسافة بينك وبين الناس، ما تصافح وما تهضر، دي حاجة مهمة لمصلحتك ومصلحتك. حاول خلي مسافة بينك وبين الناس، سلم من بعيد. احنا هنا في المستشفى عشانكم، خليكم في البيت عشاننا. خليكم في البيت عشاننا. خليك في البيت. وعشان وطن سليم ومعافى، خليك في البيت. خليك في البيت، ما تطلع. كل حب السمع شديد. أرجوكم خلونا في البيت وما نطلع. خليك في البيت، ما تطلع. خليك في البيت، ما تطلع. عشانك وعشاننا. خليك في البيت. كوباية الجبنة بتاعتك في البيت، الشاي في البيت، الونسة في البيت. اقعد في البيت وما تطلع. ما في زول في الدنيا دي حريص على صحتك غيرك انت، خليك في البيت. عشان خاطر احبابك وعشان خاطر السودان، خليك في البيت. خليك في البيت. لسلامتك وسلامة حولك، خليك في البيت. يا اخوانا لو دايرين نصيحتنا، خليكم في البيت احسن لينا وليكم. قعادك في البيت بينقذ امك، عليك الله خليك في البيت. 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 خليك في البيت وما تطلع. عشان خاطري وخاطرك، خليك في البيت. يا ما كنا قريبين من بعض ويا ما وقفنا مع بعض، وعشان سلامتك وسلامة اللي حوالينك، خليك في البيت. ولازم نتبع إرشادات وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا، ولا قدر الله إذا حسيت بأي أعراض للمرض، اتصل على الرقم الموحد 221 وهم اللي حيجوك. حاول تعزل نفسك، حاول تكون بعيد من الناس لحد ما يصلك الدعم اللازم، وإن شاء الله ما تشوفوا شر كلكم، وابقوا عافية. خليك في البيت، خليك في البيت ما تطلع.